مساكم الله بالخير. اليوم احنا في مكان جديد يمكن ما شفتوه، بس احنا اليوم موجودين عشان نوريكم نشاطاتنا في دولتنا، في دولتنا الحبيبه الكويت. احنا في جمعيه نادي المعاقين. احنا اليوم في نادي المعاقين وراح نبين نشاطاتهم وشغلهم، ويايبين نقصتنا عندهم. ومشاركني اليوم اللقاء الاخ الله يطول لي عمره عاطف الدوسري، البطل الاولمبي. فانا لما قالوا لي قصه عاطف قلت يعني هذا متحدي الصعاب، يقول لك لا يأس مع الحياه. مو معناته اني انا عندي اعاقه او عندي اي شيء يوقفني خلاص اقعد في ربعه الدار. ما شاء الله عليه من نجاح الى نجاح، يعني بالدورات الاولمبيه من يوصلها هذا حلم كل الشباب الاصحاء بعد، مو اللي عندهم اعاقه بس. هو ما شاء الله عليه بالدورات الاولمبيه في الرمايه، الحين متاهل لها بالرمايه ان شاء الله السنه، وقبل كان في العاب القوه، في العاب القوه ترك العاب القوه، وقبل العاب القوه كنت مبارز في المبارزه، يعني تصوروا من المبارزه والعاب القوه والان في الرمايه في الدوره الاولمبيه، يعني تحتاج تحيه من كل اللي قاعدين يشوفونا. الله يحييك. ونحييهم كلهم في جمعيه المعاقين هني على اهتمامهم هالزين وهالشيء العدل اللي قاعدين ياهلون شبابنا حقه. بس تعطينا نبذه عن حياتك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء جزاك الله خير على الله يسلمك على المباركه حبيبي، المقدمه اللي صراحه حوشت فيها الله يسلمك. لا بعد روحي، صراحه انت شرف فيك اليوم معنا بنادي الكويت المعاقين. طبعا تدري الناس دائما لها فكر من تقريبا من 30 سنه خلينا نقول، نعم، ان المعاق يعني دائما يقال عنه جزء من المجتمع وهذا، ولكن الناس دائما تعطف عليه. فهذا اللي خلى عندنا الانطباع، مو بس انا الصراحه، كثير من اخواني المعاقين. انا ما ابي يقول انا ما ابي العطف، ابي التشجيع. اي نعم. وهذا اللي نبيه منكم، اللي عنده يعني من اقاربه او من حتى من عياله او في، لازم يشجعه، ولان اشوف التشجيع لوين وصله بالدوره الاولمبيه. لا اله الا الله، عسى الله يتمم عليه. ومو دوره واحده، يعني كذا دوره ودائما متفوق. فشلون هديت اول شيء المبارزه، وبعدين العاب القوه، وبعدين الحين يقول انا يقول كان عندي تصميم اني ادخل الدوره الاولمبيه. شوف شلون المثابره. نعم يعني مثابره قويه، انه لازم وصمم ووصل. هذه تحيه من اهل الكويت كلهم وكل اللي يشاهدونا للمعوقين اللي مثابرين مثلك، وطبعا تعطيهم حافز انت لهم كلهم. هذا المثل شوفوا يا جماعه، وبخليه شويه وبقول لكم طبختنا، وبنرد مره ثانيه بنتكلم بعد عن النشاطات في هذا النادي. الله يسلمك. حياك الله عاطف الدوسري. الحين ردي مكانك يا عاطف عشان القصار يشوف طباخه مع اهل الجوع. تسلم. حياك الله. الله يخليك. جزاك الله خير. يا هلا وسهلا. حبايبنا اليوم طبختنا حلوه، وايد من الناس يعشقونها ويتعنون للمطاعم عشان ياكلونها، وهي الصياديه. تختلف عن مطبقنا الكويتي، تختلف عن الصياد. اليوم صياديتنا شاميه وعلى كويتيه شويه، احنا زايدين فيها شويه مكونات، بس بالاساس هي شاميه لبنانيه سوريه حسب ما تحبونها. لكن المصريه لها طريقه ثانيه، واليمنيه لها طريقه ثانيه. الصياديه ايش تحتوي عليه؟ عندنا سمك الهامور، طبعا انا ماخذ السمك ومبهره بالبهار، هذا هو، ومقليه كهوه عندكم تشوفونه. طريقه بهار السمك، هذه السمكات خلينا نقول هذه الحين انا اخلي قطعتين ثلاث، البهار كلش بسيط، ما يبي له شويه كركم وبهار المخلوط، طبعا عند اهل الشام يسمونها السبع بهارات، بهار المخلوط وشويه كركم وشوية قرفة، وتبهر كلها مع بعضها، وعقب تتقلى ونخليها على كتر. والحسك على قولتهم أو شوك السمك أو عظامة السمك نسلقها مع شوية بصل، وناخذ الماي مالها ونسوي فيه الصيادية. إذا ما حصل هذا عندنا على طول المكعبات اللي هي النكهة، وعندنا البصل المقلي اللي هو أساس الصيادية. هذا البصل المقلي اللي هو أساس الصيادية، ونحط وياه كوبين ماي حار، ونحط وياهم المكعب مال شو نسميه احنا، مكعب النكهه اللي كلكم عارفينه، مال الاضافات، فيه على خضره وفيه على سمك وفيه على دياي، انا ما احنا ماخذين مال السمك. فنخلطه معه بالخلاط فيعطينا هذا
المحلول اللي يمه. قبل ما اكمل لكم الشرح خلني هذا الدهن اللي قليت فيه السمك، هذا الدهن اللي قليت فيه السمك بستخدمه حق الصياديه، وبزيده شويه سمنه عشان تعطي نكهه، وبنزل فيه البصل. مفروض ان نخلي البصل يتحمر مره واحده، بس احنا مجهزين لنا هذا البصل المحمر الذاهب هو اللي بيعطينا اللون والنكهه. نخلطه على طول ونقليه، يقوم يعطينا هذا السمك اللي موجود مني. عشان الحين بس لازم انتظره شوي يحمى لما تطلع ريحته، واضيف له البهارات. البهارات 7 بهارات، شويه هيل ودارسين وكركم. ونحركهم شويه. وين القفشه؟ راح ننطر شويه لما يحمى البصل عشان اعطيكم باقي المكونات. شفتوا بصلتنا كاهي هني استوت تحمرت على طول. ايش بنحط فوقها؟ عندنا اللي قلت لكم عنه اللي هو البصل المقلي غامج، بننزلها على الحمسه هذه، وبعدين نضيف لها نحركها شويه. وبنعطيها الماء الحار. دام ذول ما قليتهم السميشات شوفوهم، ابقطهم هني بالحمسه ما يخالف بس عشان ينكهون. بس انت راي يطبخ الماي، هذا الماي الحار. ملاحظين ما فيها لا معجون طماط ولا طماط ببطنها، بس اللون مال البصل المقلي اللي حطيناه. نبي ماي زايد عشان بننزل فيه السمك عقب ونشيله مره ثانيه. انتظره يغلي، بس تغلي المرقه ونذوق ملحتها، ننزل فيها السمك ونشيله بس ياخذ الطعم عشان نسوي فيها العيش. صياديه كلش سهله، ما تبي شغل وايد، وهي اساسا صياديه اكل البحاره، فما يبون شيء ياخذ جذور وايد وحوسه، فعندهم اخترعوا هالطريقه. عاده يحمسون البصل لما يصير اسود ومرقون عليه ويطبخ وينزلون فيه السمك، بس طبعا الطريقه الجديده قاموا ياخذون العظم ويفوحونه بروحه ويستخدمون الستوك، او قبل كانت كلها بنفس الجدر. هيا ننطر شوية ورد لكم عشان ننزل السمك. عندنا هذا السمك بنضحي فيه نقطة بطن العيش، ونخلي الباقي نصفه من فوق عشان ما نضيع وقتكم. فهذا سمكات مقلية داخله على طول وهو يطبخ، بس يطلع طعمهم وننشل فوقهم العيش. بسم الله. حطينا العيش وفرقناه، شوف لو شلون لونه صاير بني حلوه، ياخذ الطعم كله. يبي زود ماي نزيده شويه ماي. ما عليه للعافيه. الحين لين ينتهض العيش، وانا دائما ازيده من الدهنه نفسها اللي قليت فيها اللي فيها طعم السمك.
وعندنا شيء ثاني بنضيفه اللي هو النتميج او اللي هي جوزة الطيب. فما طاحني منها شويه هنا او في المبرشه تبرشون منها تعطي النكهه مالت الصياديه. كشوي ننتظر بس يطبخ عشان نبتدي بالطبخه الثانيه اللي هي نسوي لكم الربيان على قولتهم بدال في البتر تشيكن في هذا البتر شريمب. طبخه هنديه حلوه بس هنغطي على هذا مكانه ونبتدي نحضر حق الطبخه الثانيه. الطبخه الثانيه اللي بنسويها لكم يا جماعه عندي اللي هي مرقه الربيان او البتر شريمب. اول شيء بحضره هني بحط شويه بصل بخليه عشان يحمى. الربيان انا ماخذه نص قليه، بوريكم احنا شلون الطريقه وشلون تبلناه بهذه المقلكه هي يمي. الربيان عندنا كهوه فريش مغسول منظف، قاسينه بشويه ملح وكركم موجود، وهذا الربيان عقب ما يستوي. شنو بهاراته؟ شويه كركم وبهار مخلوط مال البيت وشويه هيل على طول فوقه شويه البهارات البيت الموجوده، ما في يعني ما في اي شيء معين. نخلطه. وعندنا الدهنه حاميه، ليش انا اقول لكم هالطريقه؟ العاده يقولون الربيان كله يصير عارض علينا ويابس، فاحنا نحمره اول تالي ننزله بالمرقه. هذه حاميه. ايوه. شوف واحده نجرب واحده. بعدها خل تحمى ذي شويه وهذه تحمى. شوي بس خل تحمى المقالي وارد لكم. هذا العيش بدا يستوي مني عندي. وهذا الربيان عقب ما تبلناه بالبهارات على طول في الدهنه الحاميه. عشان يعطينا النتيجه هذه. يعطينا النتيجة هذه. في طول ما يتحمر الربيان وين الفاش؟ بس ياخذ تقريبا دقيقة دقيقة ونص، هني بدا يتحمر البصل على طول نعطيه البهارات اللي هي تقدر تاخذها مني ولا مني؟ ايوه كاهو. شوفها دارسين وهيل وكركم وبهار مخلوط وورق الكربنشة وشوية مسمار مطحون. هذه هي البهارة على طول فوق البصل. حركها هني عشان نسوي لكم البتر تشيكن اللي هي مكوناتها الحين بتشوفونها وياي. على طول من حطينا ورق الكربنشة طلعت ريحته والهيل والدارسين. خليها بس تتحمر شوية في طول ما يتحمر الربيان هنا. مع هاللوية اللي احنا فيها ترى احنا بنادي المعاقين عشان كذي قاعد يلعبون كرة تحت وفي ناس قاعدين ينطرون العشاء ويانا جزاهم الله خير وان شاء الله يتعشون عشاء طيب. هذا طماط مطحون، طماط عادي مطحون. وهذا كازو مع بيذان مع حليب الناريل. اللي هم طبعا كلكم تعرفون الكازو، وين خشته؟ خشته كماري عني كالعاده. كاه. كوب بكوب. هذا البيذان او الالموند والكازو. نطحنه يميع كوب بكوب مع علبتين من حليب الناريل ينباع علب جاهزه. هذا هو جاهز. وعندنا كريمه، كريمه العاديه مالت الطباخ، وعندنا طماط، هذا الطماط كهو موجود. وعندنا معجون الطماط اللي هو نضيفه، وعندنا معجون الكاري اللي بنضيفه الحين مع البصل. بس تطلع ريحته على طول. ها؟ شو ننزل فيه؟ ننزل فيه معجون الطماط عشان تطلع طعمها. كم قوطي هذا حاطه كمر؟ اثنين؟ ثلاثة؟ ليش مو قال ليش انا اثنين؟ لازم تدودهيني.
خليه يحمس شويه تطلع ريحته. طب ملاحظين الحين ما حطينا ملح، نحط شويه ملح بس وياه عشان يذب البصل. وهذا ربياننا جاهز. طبعا احنا ما نبي نصير بخلة هذا الربيان كلها، هي مرقة ربيان خاثرة تصير كلش. ونحمسها بالمقدار هذا، نطفي عليه خلاص. مرقة الربيان هذه عادة يسوونها بيضة بس احنا نحبها لونها وردي، فعشان كذي نخلط الربيان مع الالموند اللي هو البيذان مع حليب، وقبل لا نحطهم نضيف لها الطماط المطحون لما تطبخ وياتها نضيف لهم الباجر. طحنا الطماط عشان ما يطعز علينا على قولتهم. ها بس ننتظرها الحين تطبخ ونرد لكم بعد شوي عشان نضيف لها باقي المكونات. هذا العيش شوفوا دش بيوته انتفش. ننهضه بس شويه. بالعمال احنا خلينا فيه السمك عشان يعطيه الطعم اللي احنا نبيه. بس يستوي الحين بنحط باقي السمك فوقه عشان ياخذ الحراره وياخذ الطعم وياه. طبعا احنا كل بيتنا لازم نحب البطاط، فهي اساسا ما فيها بطاط، لكن انا اسويها مع بطاط تطلع ألذ وانطى. اكو ناس يحبونها حاره فيحطون فيها لوب فلفل، احنا لا. سويناها قلنا ناس تحسس من الفلفل، الفلفل بروحه اللي يبي يضيفه يضيفه على راحته. بس تحمى شويه ونصب عليها باقي المكونات. وهذا السمك عشان ياخذ حرارته فوقه. وانا حمس مفروض اني احط الزنجبيل والثوم، فالحين بحطه من تالي ما يضره، هو عشان ينكه بس زياده. وكذي خلصنا كل شغلنا خالص. شوف الحمسه شلون صارت صاكه وخاثره، الحين شلون يتغير لونها؟ تعطينا الشكل والطعم اللي احنا نبيه. اللي قلت لكم البيذان المخلوط قهوه عشان يبين مني، بيذان مخلوط مع الكازو والكوكونات ميلك او على قولتهم حليب الناريل. ملاحظين ما حطينا ترى فيها ماي، وهذا الماي من حليب الناريل اللي حطيناه فيها
انا مدوده لان صيحه وايد لويه تحت، والعاده ماكو هالصيحه كلها، بس انا مستانس ان كلهم موجودين، وان شاء الله الاكل يكفي كل بالجميع. وهذا يا جماعه اللي هو الكريمه. كذي مرقه الربيان صارت زاهده. بس تتسكر على راحتها، تطبخ حوالي ربع ساعه وتالي نطفي عليها، لان الربيان ما في روح، واحنا البطاط اساسا فايحينها من قبل. بس عاد الملح على مقدار اللي تبونه، والفلفل على مقدار اللي تبونه. شوف بس نذوق ملحه. شوية ملح. خليها تتسكر على راحتها. اوريكم صياديتنا، هاي الصيادية. حطينا السمك ياخذ راحته فوق. عندي الحين بسوي لكم حق الصيادية العادة، اهل الكويت دقوس. احنا هذا المتعارف عليه، دقوس اللي هو دقوس الطماط، لكن الصيادية اساسا يسوي لها طحينة. الطحينة ما تبي لها شيء. على طول نجيب الهردة. وشوية ثوم، قفشة حق الثوم نظيفة. وعصير الليمون، لا هذا مو ليمون، وين عصير الليمون؟ تا وأبي شوية خل، هذا اللي يحب طبعا، اكو ناس يخففونها بماء، يعني احط لها شويه خل تصير حامضه. وشويه ملح. حطينا ملح وخل والهرده والثوم وشويه ملح وعصير الليمون. واستوت الطحينه، شفتوها صارت يامده وايد، تقدرون تخففونها بشويه ماء. صارت اوكي وياكم، معناتها اوكي، شغلكم اوكي، وتذوقونها. بالنسبة لي أنا طبعا تبي ملح، بس ما أبي أبحركم بالملح، أبي أزيدها شوية ماي. أكو ناس يضيفون لها شوية كزبرة مبشورة، وناس يخلونها مثل ما هي على الليمون والخل والثوم. ها الطحينة زاهبة، الحين ننظر وقت النشاط، كل شغلنا زاهر. شوفوا المفاجأة الحلوة يا جماعة. هذا الشعار النادي. ما قصرتوا حبيبي. مشاركاتنا شيء بسيط. جزاكم الله ألف خير. أنا نشكرك على زيارتك. سامحوني ما عزفرتي على الحس في دبي. نعم الله عليكم، شكرا. الله يسلمك، تسلم. إن شاء الله بحيل الله. تكون آخر زيارة. لا إن شاء الله على طول، حبيب قلبي. شكرا، مشكورين، ما قصرتوا. شكرا، شكرا جزيلا. هذه بوجبتنا جهزت، نشيل السمك عن وجهها اول ان شاء الله. لا اله الا الله، ما شاء الله. لا اله الا الله، ما شاء الله. هذه صياديتنا على قولتهم على الهامور
صيادية السمك. شفتي شلون لما طحنا البصل حطينا داخله شلون صارت بنية؟ استمني بالبعض. لا محمد اليوم مسوين الوجبه راهيه وطابخين بعد مكبوس دياي حق اللي ما ياكل سمك قهوه يمي، لان ما شاء الله متجمعين الاخوان كلهم، اسال الله يحفظهم يعطيهم الصحه والعافيه. طبعا اساس هالصياديه هالبصل المقلي، فاحنا حاطينه ببطنها طاحنينه وحاطينه فوقها. ولازم المكسرات. هذه المكسرات. ولازم يبيها شويه كزبره خفيفه فوقها كذي. زينها. تعطيها الريحة الطيبة. اليوم الفلفل الخضر علم الكويت صاير. اللي ياكلون الصياديه يعرفون هذا شنو هو، اللي هو الطحينه، فاحنا الطحينه بحط شويه بس عليها اعلمكم ان طريقتها تنحط كذي، واللي يبي يزود يحط، انا ما راح احط وايد. واللي يبي يزود يحط في صحنه. الحين بنحط لنا المرقه اللي هي سويناها على قولتهم الشرم. بسم الله. وهذه وجبتنا خلصت. ونقول لكم عليكم بألف عافية حبايبنا الحاضرين. تبارك الرحمن. الله يجزاك خير ان شاء الله. زين زين والله العظيم. زين والزين بعد حبيب قلبي اكرمك الله ويطول لي بعد روحي. انا بقول لهم الحين يتفضلون وان شاء الله النقصه وصلت، ونشوفكم ان شاء الله بالف خير وصحه وعافيه، وكل رمضان نتلاقى وياكم في نقصه رمضان مع القصار. في امان الله.